السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. موضوع اليوم هو الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على العالم. يا جماعة، أنا أسمع وأقرأ وأبحث وأحل، يمكن كلامي يكون صحيح يمكن كلامي يكون غير صحيح، لكن لكل مجتهد نصيب. في بداية الحرب الروسية الأوكرانية كان النصر حليف لأوكرانيا، لأن الغرب، الولايات المتحدة والدول الغربية مثل ألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول، قامت بإرسال ترسانة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا. كانت الخطة الروسية هو الاستيلاء على كييف. في بداية الحرب تقريبا أول 3 شهور كان النصر حليف الغرب وحليف أوكرانيا، حتى أن بوتين أعلن من خلال الإعلام الروسي أن استخدام الردع النووي، لأن كان هنالك مجزرة للروس في أوكرانيا. تقريبا 10% من الجيش الروسي تم إبادته، أيضا إلى الآن تقريبا 20% أو 10 و20% من الجيش الروسي تم القضاء عليه. يعني بمعنى إذا كان هنالك 1000 دبابة، 100 دبابة تم القضاء عليها، 1000 جندي، 100 جندي تم القضاء عليهم، وهذه خسارة كبيرة جدا لروسيا. أنا راح أشبهها بثلاث مراحل، أنا راح أختصر الحالة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو خسارة الجيش الروسي و ميزان القوة أو النصر كان للغرب، اللي هم الولايات المتحدة وأمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول دول الناتو، طبعا بولندا. كان الانتصار اول شهرين تقريبا 3 شهور هو انتصار للغرب واوكرانيا. بعدها الان تقريبا بالوقت اللي احنا عايشين فيه او 3 شهور اللي بعد 3 شهور هو توازن. الان في توازن بالقوة بين الغرب وروسيا، يعني احنا الان في مرحلة التوازن، لا ليس هنالك خسران وليس هنالك رابح، الكل خسر في هذه الحرب. ليش الغرب خسر؟ ليش روسيا خسرت؟ روسيا خسرت تقريبا 10 او 15% من جيشها. ايضا روسيا خسرت كثيرا جدا نتيجة العقوبات الغربية القاسية جدا على روسيا. أيضا روسيا لم تحقق الأهداف المطلوبة منها في أوكرانيا، بمعنى احتلال كييف، وغيرت استراتيجية الحرب في احتلال المناطق الشرقية الموالية لروسيا، وأيضا احتلال الجنوبية أو المدن الجنوبية المطلة على البحر وموانئ أوكرانيا. الآن تقريبا الآن إحنا الآن في يعني 3 شهور اللي بعد 3 شهور الأولى من الحرب، أنا أعتبرها حرق التوازن بين الغرب وبين روسيا. ليس هنالك رابح إلى الآن في هذه الحرب، الكل خسران. الدول الغربية أو الدول في أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هجرة أوكرانية تقريبا 5 مليون أوكراني هاجروا إلى أوروبا. أيضا ارتفع سعر الغاز أو انقطع، أيضا ارتفع سعر النفط بشكل جنوني، الآن تقريبا صار له 3 شهور فوق 120 دولار. أيضا
هنالك ترسانة كبيرة جدا من الأسلحة قامت بإرسالها إلى أوكرانيا. الآن روسيا تحتجز تقريبا أطنان من القمح في الموانئ الأوكرانية. الآن روسيا تسيطر على جنوب أوكرانيا وتسيطر على المناطق الشرقية من أوكرانيا مثل دونباس وغيرها. في 3 شهور القادمة من الآن، بمعنى 3 شهور الأولى كان لصالح الغرب وأوكرانيا، 3 شهور الأخرى التي تليها كان هنالك توازن بين أوكرانيا وحلفائها من الغرب وروسيا، كان هنالك توازن، ليس هنالك غالب في هذه الحرب. أنا توقعاتي في تقريبا من شهر 8 إلى شهر 2 القادم روسيا سوف تنتصر بهذه الحرب، والكفة سوف تكون لصالح روسيا، وروسيا سوف تبتز العالم كله. لماذا؟ الآن يوجد تضخم في العالم، أسعار النفط الآن مرتفعة جدا على المستهلك الغربي، هنالك تضخم كبير في أسعار السلع. في القادم من الأيام ستكون هنالك مجاعات في الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وأيضا الدول قليلة المياه أو الدول الفقيرة جدا مثل الدول الأفريقية. سيولد هذا النقص في القمح اضطرابات سياسية كبيرة جدا في العالم. إن واصلت أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط فوق $120، ستكون هنالك أزمة اقتصادية في العالم قادمة لا محالة. روسيا سوف تفرض شروطها على العالم من شهر 9 القادم أو شهر 8 القادم إلى شهر 2 القادم. العالم سوف يترجى روسيا أن يرفع جميع العقوبات، ويتم تعترف أوكرانيا باستقلال دونباسك وغيرها، أيضا تتعهد أوكرانيا أن لا تكون دولة محايدة، وأن لا يكون هنالك مختبرات بيولوجية تهدد روسيا، وأن لا يكون هنالك تواجد عسكري غربي في أوكرانيا، ولن يكون هنالك انضمام لأوكرانيا لحلف الناتو. أنا أعتقد الحين الوقت الآن روسيا بدأت تنجح، روسيا بدأت تنتصر. الآن أسعار الروبل الروسي ارتفع إلى أرقام قياسية، كان بعد العقوبات الأمريكية انخفض جدا، الآن الروبل الروسي قاعد يرتفع بشكل جنوني. الدول الأوروبية بعض الدول الأوروبية استجابت للابتزاز الروسي وقامت بدفع الغاز بالروبل الروسي. روسيا سوف تبتز العالم كل جميعا في القمح وتصدير القمح. احنا بالكويت الآن يعني دولة غنية، لكن عندنا مشاكل الآن تقريبا بالدجاج والأعلاف والأسمدة. يعني روسيا تصدر للعالم العديد من الأسمدة والأعلاف، هنالك الآن أزمة دجاج وغيرها وأزمة حديد. القادم من الأيام شهر 8، إن لم تنتهي هذه الحرب من شهر 8 إلى شهر 2 القادم، ستكون هنالك مشكلة كبيرة في العالم. إما ستكون هنالك حرب نووية، أو أن يكون هنالك سلام، أو ستكون هنالك أزمة اقتصادية عالمية كبرى. المستهلك الغربي لن يتحمل أسعار المحروقات بهذا المستوى.
من شهر تقريبا شهر 8 الى شهر 12 ستبدا هنالك المفاوضات وسيرغم الغرب على الموافقة على شروط روسية. باعتقادي وباعتقاد أغلب المحللين أن روسيا سوف تنتصر في هذه الحرب خلال الأشهر القادمة، والغرب سوف يلغي جميع العقوبات على روسيا، وستكون هنالك تسوية سياسية وعسكرية وغيرها بين الغرب وأوكرانيا وبين روسيا، وسيرضخ الغرب وأوكرانيا إلى المطالب الروسية. احنا اللي مقدمين عليه شيء سيء، سيء جدا. ان شاء الله باذن الله ان ما يكون هنالك ازمة اقتصادية ولا يكون هنالك حرب نووية. اتوقع ان الى الان ما وصلنا الى عمق او عنق المشكلة. المشكلة سوف تبدأ من شهر 8-9 الى شهر 2 القادم. ان لم يتم حل هذه الأزمة العالمية ستكون هنالك ثلاث طرق، او نحن ذاهبون الى ثلاث طرق. الطريق الاول اما حرب عالمية، الطريق الثاني أزمة اقتصادية عالمية، الطريق الثالث وهذا اللي أنا أتوقع أن يكون هنالك اتفاق سياسي بين الغرب وأوكرانيا وبين روسيا. هذه توقعاتي للحرب الروسية الأوكرانية. قد أكون أصبت وقد أكون مخطئا. شكرا لكم على المتابعة.